أخت أحمد من اليمن تقول: هل يذنب الأب بتزويج الصغيرة قبل الكبيرة بالرغم أنه يأتي للكبير خطاة فيتجاهل ذلك؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، أو أخت أحمد من اليمن، أخت الفاضلة، يعني ما عندنا شيء في الشريعة على أنه والله ما تزوج الصغيرة حتى تتزوج الكبيرة، هذا غلط، وهذه عادة مصادمة للنصوص الشرعية. وللأسف الشديد الآن كثير من الآباء يظلمون بناتهم من حيث ما يشعرون. كيف؟ يقول الأب: عندي بنت كبيرة. طيب جاء خاطب للبنت الصغيرة يقول: لا ما يصير، لازم تتزوج الكبيرة. طيب الكبيرة ما جاء نصيبها، الصغيرة تتعطل خلاص. أي دين وأي شريعة وأي عرف وأي عقل يقول مثل هذا الكلام؟ ولذلك للأسف بعض الآباء ظالم ما يدري أنه ظالم، بعض الآباء ظالم ولا يدري أنه ظالم، وبعض الأمهات ظالمة وما تدري أنها ظالمة بمثل هذه الصورة. يقولوا: لا والله لازم تتزوج الكبيرة. طيب هذه جاء نصيبها، جاء الخاطب عند باب بيتكم، طرق الباب يريد الصغيرة ما يريد الكبيرة، مناسبة لسنة، مناسبة لكذا، الكبيرة يجي رزقها، فهذا غلط. وقضية والله الأب أيضا يتجاهل الخطاب الكبيرة، يعني بعض الآباء للأسف الشديد أيضا كلما يأتي خاطب للبنت الكبيرة يتجاهل، عنده شيء في رأسه، ها، ويحرم الكبيرة ويحرم خواتها الباقيات. هذا أليس ظلم؟ هذا قمة الظلم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك على بعض الآباء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والله إن بعض الآباء إن يخشى عليه أن يختم له بسوء، بعض الآباء يخشى عليه يختم له بسوء، لأن في بنات يخجلنا ويستحين، عندهم من الحياة اللي ما تقدر تقول تفصح عن رغبتها، وعن ما تقدر تخجل من والدها من والدتها. وهؤلاء يعتقدون بأن سكوت البنت وصمت البنت بأنها راضية، غير راضية، يعني لازم تتكلم وتتجرع عليكم. اتقوا الله في بناتكم يا إخواني ويا أخواتي، خافوا الله في بناتكم. نحن في زمن الآن بأمس الحاجة إلى تحصين شبابنا من الفتيات والشبان، زمن فتن. نفرح لما يأتي الشاب الطيب صاحب الدين والخلق يتقدم للبنت، لأنه ندرة الآن الشباب اللي فعلا يصرح لبنتك ولبنتك، فرصة لا تفوتونها، هذا 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 رزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، يعني مثل ما ذكرت، أرجو أن كل أب يستمع إلى مثل هذا الأمر حتى يزيح ويكنس هذه العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يعيشوا بعدل، يعيشوا بسلام، يعيشوا برحمة، يرحمون بناتهم. قضية أنه والله ما تتزوج الصغيرة حتى الكبيرة، بأي شرع هذا؟ بأي قانون؟ بأي عرف؟ بأي عقل؟ حتى الأولاد، يعني بعض الناس الآن لا، طيب الولد الثاني ولا الثالث راغب في الزواج والولد الكبير لا ما يرغب في الزواج، طيب لماذا أعطل الثاني؟ والله علشان الكبير لازم يتزوج الكبير. طيب الكبير عنه ما تزوج، وبعدين أظلم الصغار اللي بعده، الصغار يقول صغار يعني بعده، ولا الواحد عمره 25 و30 لأن الكبير عمره 40 ما تزوج، أحرم أيضا الأخوان الثانيين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.